قاعدين يهدوا في التوانسة ويستغلوا في المشاعر دي التوانسة. أخرها شيخهم وقت يجتمعوا في القصبة يتحدث على فتح مكة وكأن الشعب التونسي شعب كفر وكأن الإسلام هما. ولكن ثم حاجة نساوها، ثم حاجة في التاريخ نساوها، الإسلام. الإسلام لما جاء في مكة لقى الناس انفردة، لما عمل منها أمة. وهؤلاء عندما جاءوا إلى تونس لقاوا شعب موحد، قصبوه وشتتوه. وكذلك الإسلام لما جاء لمكة ما لقاش دولة، فبنى دولة. هم جاءوا تونس لقاوا دولة، فإذا بهم يحبوا يكسروها ويحبوا يحطموها.